السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة دائما على قناتكم فانديليش. اليوم غنقدموا تحلية او ديسير بارد. غادي نحتاجوا ليه نص اترو حليب، غادي نحتاجوا 2 معالق كبار نشا، 2 معالق كبار سكر الخشن، سكر سميدة، وساشي من الفانيلا او نسمة الفانيلا. غنجيبو اناء نوضعو فيه الحليب مع المكونات الفانيلا والسكر والنشا، نقوم بالتحريك جيدا ثم غنوضعوه فوق النار. مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش لينا الخليط من تحت حتى يولي متكاتف، وليش خاطر كما كتشاهدوا في الفيديو. غادي نجيبوا الكيسان ديالنا او الفيغين، ممكن اي حاجه نتوفرها. انا درت هاد لاستيس او الفكره، التفاحة قسمتها على 8 باش ندير من التحت يجينا الشكل ديال الكيسان مائل على سطح البلاطو. ممكن ديروا اي طريقة كتستخدموها كتخدموها نتوما او كتستعملوها نتوما. غادي نخوي الخليط الاول وغادي نوضعوه في الثلاجة. غادي نمروا الطبقة الثانية، غادي نجيبوا نص اترو من عصير البرتقال، غادي نخويه في كاسرولة مع 2 معالق كبار ديال السكر الخشن وجوج معالق كبار ديال النشا. غادي نخويه المكونات ديالنا، نحركوهم نفس الطريقة التي اللي درنا من قبل. هذا كاس ديال المانجو مطحون اختياري، انا ضفته في التالف الاخير اختياري، ممكن الاستغناء. نفس الطريقة غادي نحركو حتى يولي عندنا الخليط متكاتف يولي عاقد. غادي نجيبو الكيسان ديالنا، غادي نخويو عليه المونك مع التحريك مستمر، وغادي نخويو على الخليط الاول. غادي نرجعوه للثلاجة حتى يعقد واحد المدة ديال نصف ساعة، ونقدموه بارد بالصحة والراحة. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش دير لينا الجيم، تابوناو في لاشين ديالنا، تخليو لينا تعليقات ديالكم اسفل الفيديو. ها هو ملي كنخويه وكنحطوه في الثلاجه، من بعد كنزوقوه باللي حبينا او متوفر عندنا. ها هو من بعد ما قليناه كيولي بحال الفلون، ولكن المذاق ديالو مختلف. الى فيديو لاحق ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.